السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولى حلقاتنا في أفلا يتدبرون. نعم، نبدأ في هذه الآية الكريمة: إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. تعالوا نتدبر هذه الآية الكريمة ونرى كيف أغناهم الله ورسوله. هؤلاء الذين يدعون الشرك والكفر وما أدري إيش، كيف أغناهم الله ورسوله؟ المفروض الغنى من الله وحده، لكن الله سبحانه وتعالى يقول أغناهم الله ورسوله. هنا تبي بتشوف أنت كيف أن الله سبحانه وتعالى هو مصدر الغنى، ولكن يجري هذا الغنى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يجري هذا الغنى؟ يجريه الله سبحانه وتعالى على يد رسوله صلى الله عليه وآله، طبعا لأنه جعله مصدرا للفيض الإلهي. إلا أن أغناهم الله ورسوله. تعال شوف من وين، من فضله. مفروض يقول من فضلهما، يقول من فضله. واللي درس قواعد اللغة العربية والنحو، فضله مفروض الها تعود إلى أقرب الضمائر اللي هي رسوله. إذن الفضل من الرسول، إذن وين صار الله سبحانه وتعالى؟ هنا يدلك ويعرفك أن الفضل واحد، هو الفضل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولكن أجراه على يد رسوله صلى الله عليه وآله، لأنه جعله مصدر الفيض الإلهي في هذا الكون، مصدر الفيض الإلهي.